مساء وطني جميل لكل من يجلس الآن خلف هذه الشاشة، شاشة الاي تي في، في برنامج عسيف. نقول لكم مساء الخير. مساء الخير ريهام. مساء الخير طالب. مساء الخير على مشاهدينا. اليوم طبعا في عندنا فقرات متنوعة راح ناخذكم خلال هالساعتين على الهواء في برنامج عسيف. بنتكلم عن أمور كثيرة تخص، أكيد اليوم راح نتكلم فقرة، عندنا أكثر من فقرة وراح يكون معانا مدة ساعتين. أول شيء راح نتكلم عن الأستاذة ليلى أحمد، وطبعاً راح تكون معنا فقرة شيماء قنبر. هذه الفقرة الأسبوعية كل أحد يطلع لنا في مواهب جديدة، مواهب شبابية دائماً نشوفها في شبابنا، نشوفهم في عندهم روح التحدي، روح الإصرار، أكيد، روح المبادرة. وايضا راح تكون معنا الناشطه في السوشيال ميديا ايناس الحنطي، وطبعا ضيفتنا ريم المي، صحفيه وكاتبه، ويمكن اول صحفيه تدخل السجون وتنامو. اتوقع ان الموضوع شيق جدا، بنتكلم عن امور كثيره وايضا بنفس الوقت خطر. اذا يمكن في ظل هذه الاجواء الجميله الوطنيه اللي قاعد نتابعها ومستمتعين فيها، هناك خبر جدا ممتع ومميز. اليوم صاحب السمو أعلن مبادرة جميلة إنسانية من قائد حكيم بدفع كل المبالغ على المسجونين اللي عليهم قضايا مالية، وهذه يمكن القضايا اللي يمكن دخلت ناس كثيرين السجن على مبالغ مالية كانت على عاتقهم. اليوم صاحب السمو بهذه المبادرة الطيبة الجميلة الأبوية الإنسانية راح يفرج عن السجون وأبناء الكويت بشكل كبير. مو غريبة على باب الصباح، دائما يزرع الابتسامة الجميلة على شعب الكويت الحبيب، ربي يحفظه لنا ويخلي لنا. دائما الشيخ صباح يمكن عسى الله يحفظه يمارس هذا الدور، دور الإنسانية على الدول العربية والدول البعيدة، وأيضا ما يبخل دائما على العيالة، دائما نحس بهذا الحنان. طبعا قائد، وخلنا نشوف يعني الإنسانية الجميلة اللي يتميز فيها صاحب السمو دائما. إذا عسى الله يحفظه ويخليه ذخر لنا وللشعب الكويتي ولجميع العالم. قائد الإنسانية، قائد الإنسانية، يحب الأرض من فيها واسمه صارق عليها. صباح القائد الإنسان فخر لطال عليها، يحب الأرض من فيها واسمه صارق عليها. صباح القائد الإنسان فخر لطال عليها، فخر لطال عليها، يحب الأرض. قائد الإنسانية والكويت بخير وبنعمة، ستبقى إن شاء الله بنعمة وخير، وستبقى إن شاء الله بأمان. نعم يا إيد ممدودة، نعم يا إيد ممدودة، بفعل الخير موجودة، بفعل الخير موجودة، صدى أفعالك الطيبة بكل خطوة نلاقيها. حضنت العالم بأسرة، حضنت العالم بأسرة، تمنيت يكون أسرة، تمنيت يكون أسرة، يا عاشق سلم هالدنيا يحب الأرض، يحب الأرض من فيها واسمه صارق عليها. صباح القائد الإنسان فخر لطال عليها، يحب الأرض من فيها واسمه صارق عليها. صباح القائد الإنسان فخر لطال عليها، فخر لطال عليها، يحب الأرض. إذا ضيفتنا اليوم ريم الميع، صحفية وكاتبة، صاحبة قلم رشيق وجريء تتحدى الصعاب
نمسي عليك بالخير ونقول لك حياك الله في برنامج عسيف. مساء الأنوار، الله يحييك. طول عمرك. يسعد لي مساك شريم، نورتينا وكالعادة متألقة ما شاء الله اليوم العنابي مبدعة فيه. لا بالعكس، بعض من ألقكم وأنتوا اللي منورين. طول عمرك. ودنا ندخل في موضوع خلينا نقول الفرحة الوطنية الآن نعيشها في كل عام، خاصة في هذه الفترة في فبراير. أنت ككاتبة وصحفية أيضا أكيد لك رؤية في تعبيرك عن فرحة أهل الكويت، خلينا نقول بعض خلينا نقول الأمور اللي تصير سلبية يعتبرونها الناس تعبير عن الفرحة، ولكن يمكن ما هي في مضمون الفرحة أو رمزية الفرحة. والله أنا أشوف إن يعني أي شيء يعني الفرحة إيجابية وما تكون مقتصرة فبراير، مفروض تكون الفرحة طول السنة. صحيح. أكيد عندنا سي في الحين بنشوفه. الله يستر. أول صحفية تدخل معتقل غوانتانامو، لها بصمات مميزة في بلاط صاحبة الجلالة، صاحبة قلم رشيق وأسلوب مميز. الكاتبة الصحفية ريم الميع لها طريقتها في الكتابة وتناول الخبر الصحفي والتحقيق الميداني منذ بدايتها في تسعينيات القرن الماضي في صحف ومجلات كويتية، فهي تكتب بلغة عربية رشيقة وحس ساخر، وكانت عضواً مؤسساً لتجمع كويتيات القرن الحادي والعشرين منذ عام 1999 الذي كانت مساهمته واضحة في إقرار الحقوق السياسية للمرأة. ريم أول صحفية عربية دخلت معتقل غوانتانامو في كوبا، وذلك في إبريل 2002. استطاعت إقناع القائمين على المعتقل بترتيب زيارة لتلك الجزيرة لتصبح أول صحفية تمثل صحيفة تصدر في الدول العربية تزور المعتقل في المعتقل. أجرت عدداً من المقابلات الخاصة مع المسؤولين هناك، إضافة إلى التقاط صور داخل تلك القاعدة، ولكن دون أن يتاح لها التقرب لأي من المعتقلين. في أغسطس 2013 أصدرت عن دار مدارك للنشر كتابها الأول بعنوان كويتية في غوانتانامو. قدم للإصدار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، مشيدا بتفوقها على العقبات من خلال مغامرتها المليئة بالمخاطر. ريم الميع ضيفتنا اليوم في عسيف. يا هلا فيك ريم، غبتي 7 سنين وغيبة وايد كبيرة، شلون قدروا يقنعونك الرأي العام وتردين معهم؟ لا والله ما أقنعوني، أنا كنت مقتنعة أساساً. تقصدين الغياب عن الكتابة؟ هو ما كان غياب عن الكتابة، هو كان غياب عن النشر. أنا بالنسبة لي الكتابة هو يعني نشاط يومي، مثل ما يعني ما بس شنو فائدة الكتابة إذا ما كان في هناك نشر والقراء يقرون هذه الكتابة؟ أشوف الكتابة هي توثيق، والكتابة لها عدة مجالات. أنا بديت في الكتابة الصحفية، وصراحة ما كانت اختيار، يعني هي اللي اختارتني، يمكن أنا مشيت معاها بالتدريب الميداني من الجامعة. بس 7 سنين ريم امتنعتي عن نشر أي مقالة لك؟ لأني أنا كنت صحفية، ما كنت أكتب مقالات بعد التوقف عن العمل الصحفي، لأني حسيت أن أنا ما عندي شيء أقدمه، لأني أنا كان عملي مرتبط بأحداث معينة. فيعني الواحد يتوقف دائما اذا ما عنده شيء يقدمه ويتامل في الحياه ويعمل في مجالات اخرى. وبعدين مع السوشيال ميديا رجعت شوي شوي، وبعدين اقتنعت في توثيق تجاربي في كتاب او تجربه واحده في كتاب. وبعد النجاح اللي حققه الكتاب رجعت للكتابه بطريقه مختلفه، اللي هي مقالات، واللي هي بالبدايه ما كانت تستهويني، يعني كنت افضل العمل الميداني. حلو. لكن انت الصحفيه الوحيده اللي كنتي مع الراي. وين كنت مع الراي؟ في الافتتاحية. والله هذا شرف لي، يعني إذا الراي كتبوا عني افتتاحية فهذا شيء أكيد يشرفني، يعني هذا شيء بالعكس فاجأني أصلاً، ما يعني ما كنت على علم فيه، يعني أنا قريته مثل الناس وقريته وبكيت من كثر ما تأثرت للكلام اللي انكتب فيه، لأني ما توقعت إنه ينكتب فيني هذا الكلام، لأني أنا لما أنجح أنا أعتقد إن أنا قاعدة أقوم بواجبي وأدي عمل اعتيادي، يعني ومن الطبيعي عند الإنسان إنه يعني يؤدي عمله
الحد الأقصى من الطاقة والإتقان، وأنه هو يرضي يعني يحقق ذاته من خلال هذا العمل. وما أشوف أن النجاح اللي حقق الإنسان في عمله هو يعني شيء يفترض أنه يكافئ فيه، بالعكس أنا دائما أنتقد الكلام الثناء الكبير اللي يصير لأشخاص كل ما سووا أنهم أدوا عملهم بالأمانة والصدق، وهذا يفترض أنه يكون شيء بديهي، يعني الإنسان لا يشكر عليه، يعني لا شكر على واجب. ولكن لما تشوفين الشكر من الناس أكيد هذا شيء يعني الواحد يستانس كشكر ذاتي. مو دائما، لأن ساعات تحس أنه هو أكبر من اللي أنت قدمته ويحملك مسؤولية، أنك أنت تكون تستحق هذا الكلام، ويكون مسؤولية كبيرة عليك أنك أنت تكون يعني بحجم الكلام الكبير اللي انقال عنك. جميل، عندك مقالة خلينا نشوفها الحين مع بعض. يا ساتر، ونبي تعليقك على هذه المقالة. مقالتك أحب الكويت والوافدين، سبب يمكن هذه المقالة ضجة كبيرة في موضوع دفاعك للوافدين، وانتقدتي بشكل كبير. أنا ما أشوف في تعارض أن أنا أحب الكويت أحب الوافدين فيها، لأن الوافدين هم صورة ثانية للبلد. يعني أنا على سبيل المثال أحب نيويورك، هي مدينة مهاجرين، وهم يعكسون طبيعة هذه المدينة، وإحنا بلد مهاجر، هجرات متنوعة من دول متنوعة، وعدد الجاليات الأخرى سواء عربية وأجنبية بالكويت تفوق ساعات يعني بالإحصائيات تفوق عدد المواطنين. صحيح. وهذا يعطي تنوع بالصورة، تنوع بالثقافات. يعني أنا إنسانة تعلمت من البداية من الابتدائي يعني على أيدي معلمات وافدات، كان عندي صديقات وافدات، ولا زلت أعمل مع وافدين. ولا يمكن أن في مواطن كويتي يقضي 24 ساعة من يومه بدون ما يحتك بوافد واحد على الأقل. صحيح. هل هو يتعارك معه؟ هل هو عدو؟ أعتقد أن التعايش السلمي شيء طبيعي، خصوصا يعني أن إحنا في بلد يحكمها أمير الإنسانية. اليوم لما سموه الأمير سدد الأموال كان عن المواطنين والوافدين، ما فيها تفرقة، ليش إحنا نفرق بينهم؟ خصوصا أنهم قاعد يؤدون واجباتهم، وأنهم ما قاعد يتطفلون، هم قاعدين يخدمون هذا البلد مثلهم مثلنا. شيء جميل طبعا يكون عندك هذا الفكر الراقي والمتفتح جدا، لكن بعض الأشخاص شافوا أن أنت ضد التيار. يعني كلمة التيار هذه كلمة مبالغة فيها. ساعات أكيد. إحنا نعتقد أن الصوت العالي هو انعكاس لقوة الحجة، وهو غير صحيح. وساعات إحنا نعتقد أن الصوت العالي هو صوت الأغلبية، وهو بالعكس، يمكن هو صراخ الأقلية وصمت الأغلبية. وإحنا دائما يعني نطالب بحق الأغلبية الصامتة. فما أعتقد أن أنا، ليش نفترض أن هذا هو التيار؟ بالعكس أنا أشوف الكثير من الكويتيين الشرفاء اللي هم يدافعون عن حقوق الإنسان، يدافعون عن حقوق الإنسان. وبعدين أنا ما أعترض، يعني هم لكل شخص حريته في التعبير عن رأيه، يعني هم عندهم وجهة نظر. أنا ما أفترض أن كل الوافدين جيدين ولا كل الوافدين سيئين. إحنا ما قاعد نتكلم عن كويتي شيطان ووافد ملاك، يعني إحنا مجتمع ملائكة ولا مجتمع شياطين، إحنا مجتمع بشري. في وافد جيد وفي كويتي جيد وفي وافد سيء. وفي يمكن الكلمة اللي استفزت الجميع أن أنا لما قلت وراء كل كويتي عظيم وافد، أنا أعتقد أن في مسيرة حياة أي إنسان طبيعي أن في تنوع. صحيح. ولما أقول كل الناس قاعدة تنزعج من كلمة كل، أن ما فيها استثناء، حتى الكل هو مستثنى، ولا يجوز أن أنا أحمي نفسي وأحصن نفسي بكلمة بعض لأني أنا أجبن عن المواجهة. بالعكس. جميل. أنا أكد وأقول كل. جميل. في عندك أيضا عنوان يمكن نوعا ما يكون متناقض لكلامك، وأنا راح أقول لك ليش. فضل. قلتي مطلوب رئيس فلبيني في كل بلد عربي. صح. تعتقدين أن قرار الرئيس الفلبيني هو دفاعه عن الجالية الفلبينية، وهذا هذه الرمزية وهذه القيمة تحتاجينها بالقائد في كل بلد عربي. يعني أنت موافقة للرئيس الفلبيني موافقة تامة بمنع كل الفلبينيين من دخول الكويت لحادثة صارت. أنا ذكرت في بداية المقال، أنت لا تأخذ لا تقرب الصلاة وتنسى تكملة. أنا ذكرت في بداية المقال أن أنا بغض النظر عن اختلافي واتفاقي مع هذا القرار، أنا قاعد أشوف النصف الآخر من الكوب. أنا أنتقد طبعا هذا القرار، مو بالضرورة أن أنا أتفق معه، لكن أنت ككويتي ما تتمنى أن يكون في موقف
معك تحس بنفسك أقوى لما تكون برا؟ يعني أنا أشوف الكثير من مثلا يتدمرون من تفتيشهم في المطارات، يتدمرون من مواقف تصير معهم، يتدمرون من نظام التأشيرات. يعني الكويتي ما يقبل أنه هو يعامل في أمريكا كما يعامل بنغلاديشي في الكويت. فيعني أنا قاعدة أقول أن كل إنسان يطمح أنه يكون خلفه من ينتصر لكرامته، وإحنا دائما وين موقف الخارجية؟ وين موقف الخارجية؟ وين؟ لأن الموقف الرئيس الفلبيني وصل إلى الحد الأقصى، وصل إلى التطرف في الدفاع. يعني أنا قلت أنه هو جسد المقولة العربية اللي تقول لي رشنا بالماء نرشها بالدم. فإحنا دائما إحنا أصحاب المقولات وهم أصحاب الأفعال. هل تعتقدين هذا المقياس كان صحيح لحادثة صارت أو حتى لو 10 حوادث خلال السنوات والعلاقة المتينة ما بين الكويت والفلبين؟ شوف، العلاقة بين الكويت والفلبين هي يعني العلاقات الرسمية أو العلاقات الدبلوماسية هذا شيء مختلف. إحنا نتكلم عن هذا القرار، أنا ما أعتقد أن القرار كان مفاجئ. أكيد القرار كان فيه له يعني كان لا تسلسل، وأكيد أنه ما حصل كشيء نهائي، مو بالضرورة أن يكون قرار سليم. وبعد إحنا ما أخذنا وعطينا بهالموضوع، وأنا أتكلم عن حقوق العمالة الوافدة يتفاوت. إذا كانت عمالة منزلية فهو يتفاوت من بيت إلى بيت، صحيح. إذا كانت همّاً عمالة في جهات أخرى فهو يتفاوت. نظام العمالة أساساً مو كل دول العالم تنظر له بنفس النظرة اللي إحنا يعني نقيسها على نفسنا. يعني الكثير من دول العالم تستهجن وجود شخص يعمل لمدة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة مقيم في جهة عمله. هذا نظام غير موجود في دول العالم، هو موجود عندنا. كل بلد له خصوصية وكل بلد له نظام، لكن ما نطلب من الآخرين أنهم ينظرون نفس نظرتنا مثل ما إحنا ما ننظر نفس نظرة الآخرين. فأنا ما أشوف أن يعني في خطأ من الـ من الـ من الطرفين. يعني في جرائم ارتكبتها العمالة الفلبينية في الكويت مثل ما في جرائم وانتهاكات ارتكبها الكويتيين في حق الفلبينيين. الموضوع وبعدين يعني انت مع قرار الرئيس الفلبيني قلبا وقالبا؟ لا، انا ما العلاقة بقرار، بالعكس انا اقول ان احنا تضررنا منه، ولكن الضرر احنا ما نتوقف عند هذا الضرر، لان اصلا العمالة الفلبينية هي عمالة جديدة وممكن احنا نوصفها انها طارئة. احنا كنا قبلها نعتمد على جنسيات اخرى، صحيح. وحاليا يعني واضح ان الحكومة الكويتية تجاوزت هذا القرار وجاري التفاوض بعمالة بديلة. احنا لا نتوقف عند عمالة معينة، احنا يعني احنا في مثل ما ذكرت من قبل احنا مجتمع مهاجر، مجتمع متنوع. يعني اعتدنا على وجود تحول الأقلية إلى أغلبية والأغلبية إلى أقلية. يعني لو تتذكر سنة 90 تم مغادرة 400,000 فلسطيني، ومع ذلك استمرت الحياة وتم استبدالهم بجاليات أخرى وتغيرت التركيبة السكانية، صحيح. فيعني ما أشوف أن رغم الضرر الكبير، لكن ما أشوف أن العالم يتوقف عند قرار من هذا النوع، وما أشوف أنه هو قرار سليم لأنه يعني مبالغ فيه. يعني ريم، الحين أنت تختلفين عن رأي النائب صفاء الهاشم؟ اي طبعا اختلف، هي وايد ضد الوافدين. ولولا اختلاف يعني الاراء، بالعكس ما يعني دائما اختلاف الاراء يعطي اتساع للرؤيه. بالعكس طبعا اختلف، انا يعني اتفق في بعض الطرح واختلف، لكن موضوع الوافدين انا اختلف معه تماما. انا اختلف مع موضوع الوافده المتزوجه من الكويتي مثل هذا الاقتراح اللي هو تسحب جنسيتها على الفور. بالعكس يعني انا اشوف ان الكثير من الكويتيين حتى المتجنسين يعني ساهموا في تاسيس الكويت في البداية. يعني احنا اول سفير كويتي هو كان متجنس، اول دكتور كويتي كان متجنس، يعني ساهموا في تأسيس هذه البلد. فأنا ما أنكر دور الوافدين، ما أنكر دورهم في التعليم، دورهم في التربية. صحيح ان في إساءة، لكن الإساءة لا تعمم. نعم، احنا راح نطلع فاصل، وبعد الفاصل بنتكلم عن محاور كثيرة منها موضوع كتاباتك. الله يستر. إذن خلينا نتكلم عن مساحة الحرية الآن للكاتب في الكويت، قلت ولا زادت؟ زادت، وزاد التمادي فيها، لأن صار في السابق كان في حرية ولكن كان في وسيط لهذه الحرية، كان عندنا وسائل إعلام نعبر فيها عن آرائنا. الحين الوسيط ألغي تماما مع ظهور السوشيال ميديا. أصبح كل شخص هو وسيلة إعلام بحد ذاته، وهو صوت نفسه، ما في جهة معينة. يعني هذا شيء إيجابي ولا سلبي؟
والله انا مع انه يعني انا مع المجال يعني انا مع انه يعني دعمئه الزهره تتفتح، بالعكس انا ما اشوف انه هو سلبي، بالعكس الانسان يعني في البدايه يشوف كل شيء جديد يصير فيه فوضى في البدايات صحيح. وبعدين يرتب نفسه، بالعكس انا اشوفه ايجابي جدا. للاسف الحين يعني الكتاب قلت في السوشيال ميديا كمؤثرين يعني في السوشيال ميديا، فنبي رايك في هذا الموضوع، يعني ليش الكتاب قلوا؟ لان القراء قلوا، لان الناس ما لها خلق، ما في ثقافه، الثقافه تغير مجالها، يعني الثقافة وين راحت؟ الثقافة في البداية كانت الثقافة أن أنا أحفظ أبيات شعر صح. أو أني أعرف عواصم الدول. الثقافة أبداً هذه كانت ثقافة خاطئة، الثقافة هي سلوك، هي تعامل مع العالم، الثقافة حضارة، الثقافة أني ما أكون عنصري، أني ما أهمش الآخر وأشوف نفسي من المجتمع يعني الكويتي الآن بدأ يتراجع في ثقافته؟ على العكس، أنا جداً متفائلة بالجيل الجديد وأعتبره أنه أفضل بكثير من الأجيال السابقة، وأعتبر أنه هو حركة تصويبية لأخطاء الأجيال القديمة اللي عاشت في عصور لم يعني العصر مشى وهم للحين واقفين محلهم. يعني الكثير الحين قاعد يتكلم بعقلية التسعينات، فلما يعني لما نشوف كتاب يتكلمون بعقلية التسعينات، هل نفترض أن يقرأ لهم قارئ في 2018؟ يعني أنت قاعد تردني 30 سنة لورا، فالإنسان لازم يطور نفسه، لأن القطار يمشي، القطار ما ينطر الركاب، الركاب هم اللي لازم يلحقون بالقطار. لكن شنو سر انتشار مشاهير سوشيال ميديا؟ وايد أثروا على الناس، يعني حتى تشوفين قلة الثقافة، طريقة الكلام، طريقة الأسلوب، فبرايك ليش؟ مثل ما ذكرت ما في وسيط، المجال كان مفتوح. ممكن نقول إنه ما في توعية؟ لا بالعكس، يعني بالعكس أنا صدقيني أشوف ناس يعني أطفال عندهم وعي أكبر من كبار الكبار. فبالعكس هو وجود السيء مع الجيد فرصة، لأن الناس تصفي وتشوف، لكن لو كانوا كل الناس جيدين ولا كل الناس سيئين تساوت الناس، يعني ما راح يكون في الإنسان عنده قدرة على الاختيار. بس السوشيال ميديا الآن سحب البساط من تحت الصحف الورقية، هم ناجحين وبدت الناس تتجه إلى المشهورين في السوشيال ميديا أو المؤثرين أكثر من الكتاب، لأنهم ناجحين، لأن هم ناجحين أكثر من الكتاب. طبعا انا هذا مو تقليل للامانه متقليل من انا انا اتكلم عن نفسي ككاتبه، يستغرق مني المقال ايش كثر، نص ساعه وابعثه وينزل في الجريده، صدق انه هي اشغل فكري، بس انه هذا على الهواء، هذا 24 ساعه انا لي خلق افتح الكاميرا واقعد اكلم نفسي، انا اعتبره انفصام في الشخصيه، فهو ايش كثر تحمل، ايش كثر يتلى ردود افعال، ايش كثر هم، ايش كثر رفض المجتمع، ايش كثر يعني الحين اللي حرك المجتمع وغير فيه. يعني الحين اللي يدخل في السوشيال ميديا هو في انفصام بالشخصيه، يعني انسان مو طبيعي. لا مو انسان مو طبيعي، انا قاعد لا انا قاعد اقول لك انا اعتبر نفسي أنا أعتبر نفسي. ليش أنت؟ أنا أمسكه وأكلم أنا. مو شخص من ضمن الأشخاص الموجودين. على فكرة أنا مو مرتاحة لأني حاطة مايك، مو مرتاحة لوجود الكاميرات والإضاءة، أنتم متعودين هذه حياتكم، هل أنا غلط أنتم صح؟ هل أنتم صح أنا غلط؟ لا، كل إنسان وطبيعته، في إنسان يحب يكتب، في إنسان ما نتكلم عن الكتابة والأشياء، خلينا نتكلم بالواتساب، في ناس يحبون يسجلون فويس، وفي ناس تحب تكتب، وفي ناس تحب تكابتشر، فطبيعي أنه في فروقات بين الناس، أنا أتكلم أن هم قاعدين يبذلون جهد أكبر. يبذلون جهد انهم 24 ساعه على الهواء معرضين للخطا اكثر من انا اللي اكتب، وبعدين الخطا ممكن اداركه وعندي بس انت عندك جراه اكثر منهم. ما ادري شو اقول تنام وانت دشيتي، شوف الجراه نسبيه، ليش يعني ليش بتتراجعين عن الجراه؟ انا ما عندي جراه، يمكن اصور سناب، هم عندهم ما عندهم جراه انهم سجن على مستوى الجراه نسبيه، يعني الجرأة نسبية، يعني أنت ما تقدر تقيس منو أجرأ من منو، يعني هل اللي بالسيرك يلعب مع الأسود هو أجرأ ولا يعني الموضوع نسبي، ما نقدر أن احنا نحدد. موضوع غوانتانامو أنا ما أشوف أنه مرتبط بالجرأة كثر ما هو مرتبط بأن أنا اخترت هذا المجال من العمل، وكان يعني مو معقول أنا أخترت،
تخيل طبيب انه هو يدرس جراحه وبعدين يقول ما بيسوي عمليات، ما يصير. انت تختار شيء وما تاخذه بكل ما فيه يعني. فانا موضوع غوانتنامو كان شيء بالعكس طبيعي يعني. انا كنت في الكثير من الكوارث البشريه موجوده في الكثير من المآسي. انا في فتره من الفترات بالجريده حطوني في قسم كانوا يسمونه قسم المآسي الانسانيه، وغم على قلبي لدرجه انا قلت لهم يا هالقسم يا انا مستقيله لاني ما اقدر. وفعلا يعني كنت على وشك الاستقاله الى ان يا قرار من الاداره نقلي الى قسم المجتمع. وكان رمضان وعشت حياتي يعني صح، من طبقات لقرقيعان لكذا، اخذت شويه فتره نقاهه قبل لا ادخل في المجال السياسي من برلمان ومن سياسه الخارجيه. وبعدين انتقلت واخذت فتره استراحه بسيطه ورجعت للكتابه. في من الشخصيات المؤثره تتابعينها؟ أتابعهم كلهم. تتابعينهم كلهم؟ أتابعهم كلهم. شنو شفتي الشيء السلبي فيهم؟ لأنه شوفي إحنا الحين في عصر إذا أنت ما تابعت أنت حر، أنت بالتخلف يعني. إما أنك تواكب أو أنك تقعد بروحك، والإنسان ما عايش يعني معزول في العالم يعني. بالطبيعي أنه هو بيتابع ويشوف ويعرف ويختار اللي يعجبه ويختار اللي ويبتعد عن اللي ما يعجبه. وتحسين في مصداقية؟ لا، بس أنا أحس أن عدم المصداقية أوضح من المصداقية. شلون؟ يعني خل أعطيك مثلا مجال واحد صغير. يعني مو معقول أن الإنسان اللي يأكل لحم هو نفسه اللي يأكل سمك هو نفسه اللي يأكل دياي. مسألة أذواق يعني. أنت لو ما تأكل لحم، أنت لو فيجيتيريان وأنا قاعد أمدح لك مطعم ستيكات، هل بيشدك؟ لا طبعا. بالضبط. فيعني أكيد ما فيها مصداقية، لأن أنا قاعدة أشوف يعني المدح بالكل، ما في اي مجال. انا في مصداقيه للناس المتخصصه في مجالاتهم. بالعكس يعني انا اتعلم منهم، استفيد منهم لما يكون واضح ان هو لا خط معين او لا اتجاه معين. لكن مدح الكل يتساوى مع ذم الكل. صحيح. لا هذا صدقه ولا هذا صدقه. اصلا يمكن اذا مدحت الكل ما تعطي قيمه للمدح نفسه. اكيد يعني. ولما اشوف خبيره مثلا تجميل كل يوم قاعد تحط كريم مختلف، وكل يوم تقول هذا عجيب. انا اعتقد ان حتى يعني بالمنطق السليم ان ما في كريم ياخذ نتيجه قبل اسبوعين الى 3 اسابيع. طيب خلينا نشوف النتيجه يعني. احنا اذا رحنا حق طبيب يقولون لا وقفوا هذا واستخدموا هذا عشان نعرف. بس يعني الامور والناس ما هي اغبياء، لكن مع الهبه ما يحب ان هو يطوفه شيء، ما يحب ان هو يتخلف عن شيء. وانا هاي ظاهره كتبت عنها اللي هي ظاهره الفومو، اللي هي الخوف من فقدان الشيء يعني fear of missing. فما يبي يطوفه شيء، يبي يكون كل شيء يعرفه. فمن هذه اللي تفسر ان احنا دائما نلهث وراء المشاهير، وهم مو مشاهير، احنا اللي صنعنا شهرتهم. حقيقه. كاتبه صحفيه شافت معاناه كثيره، ممكن تكلمينا عن المعاناه اللي شفتيها وما قدرتي للامانه في بعض المقابلات ما طلعتي كل شيء، ليش؟ لا، أنا لما كنت مثلا على سبيل المثال في قسم المآسي الإنسانية أشعر بالعجز يعني. ما أقدر أن أنا أنقل معاناة ما أحس أني أقدر أني أكملها. وفي نفس الوقت أنا دوري أنقل، أنا ماني محقق يعني. ممكن أن اللي قدامي يصور لي معاناة وتكون كلها تزييف وكذب، وأنا يعني على نقلي مثل اللي ظللت العالم. لأني أنا هذا اللي وصلت له. وساعات في قضايا الإنسان يؤمن فيها وبعدين يتضح أنه هو خدع فيها يعني. وإحنا بشر، وبعد ما في إنسان ما يغير آراءه ما يغير قناعاته. أكيد. بس إيش كثر هالشيء أثر فيك يعني؟ في سجن خطير نفس سجن غوانتانامو، يعني إيش كثر أثر فيك هذا الشيء نفسياً؟ للأمانة غوانتانامو ما أثر فيني يعني. رحت لو أنا قوية نوعاً ما، لأني أنا قبله رحت سجن النساء في الكويت. أنت أول صحفية عربية. إيه، بس أنا قبل غوانتانامو رحت سجن النساء في الكويت. هذا كان التجربة الأصعب، لأن شفت جانب آخر من بلدي وأنا عايشة هني، فشفت جانب مختلف. شفتي مأساة؟ وبعدين كانت أول تجربة. شفت مآسي كثيرة داخل الكويت. داخل الكويت كلمة سجن نفسها مخيفة. أكيد. الطريق نفسه إلى السجن طريق شائك ومؤلم وحزين. معاناة. درب السجن نفس درب المقبرة مغم.
الموظفين العاملات في السجن نفسه، الحرس، الأمن، كلهم يكسرون خاطرك، وما بالك بالسجين. أنا وقفت في طابور الزيارة اللي جايين يزورون الناس المسجونين، يعني الكل عالم آخر متشابك، إحنا ما نحس إن هذا العالم موجود، يعني كأننا نحس إنه هو عالم موازي لعالمنا، إحنا مختلفين عنهم، في حين إن الواحد ممكن ينام حر ويصحى مسجون. لما شفت يعني ناس يعني بغمضة عين سجنوا، بغمضة عين طلعوا. وبعدين الجريمة، حتى لما تناقشين في موضوع الجريمة، الإنسان السوي اللي يقدم على عمل منافي لكل القيم، لكل الأديان، لكل يعني ممكن أن امرأة مثلا على سبيل المثال، امرأة وهي امرأة يعني الله كرمها بأن حط الجنة تحت أقدامها وتقدم على جريمة قتل، ويكون عندها وهي أم وعندها أطفال. يعني أنا شفت أشياء فعلا مؤلمة، شفت من يعني يكتبون شيكات بدون رصيد علشان يسافرون بالصيف ويرجعون بس للتباهي، فهذا كان مؤلم وأثر علي فترة طويلة. فبعد هذه التجربة لما رحت غوانتانامو، وكان جزء من كنا مؤهل، يعني كنت أساسا مهيئة نفسي لتجربة السجن. اثنين، كان في مقارنة إن صدمة غوانتانامو ما كانت صدمة سجن، وهون يختلف الوضع. صدمة غوانتانامو كانت صدمة حرية ديمقراطية، لأن دائما إحنا نشوف أمريكا إن هي البلد المثال، حرية، البلد النموذج، حامي الحريات، فما كان يعيب أي شيء هذا السجن غير إنه هو مكانه أو هويته الأمريكية. أما هو كسجن فهو أفضل بكثير من السجون الموجودة في الدول العربية بشهادة المسجونين نفسهم. شلون أفضل؟ قصدك من ناحية التعامل مع السجين؟ والله أحد المعتقلين في غوانتانامو كتب رسالة حق أهله إن الحمد لله إن إحنا عند الأمريكان، إحنا عند الأفغان على سبيل المثال. أحد المسجونين اليمنيين عندما أطلق سراحهم رفض إن هو يروح بلده، يعني رفض إن هو يغادر، قال خلوني بالسجن ولا أرجع يعني. ليش؟ طبعا يعني في حياه عندهم حلوه هناك؟ لا طبعا هي مو حياه حلوه، لكن ساعات مثل ما تقولين نار ولا جنه، يعني هم يفضلون نار السجن ولا جنه، ما يدرون شنو راح يواجهون، يعني ما مو عارفين شنو. الانسان دائما يخاف من المجهول، بس احنا دائما نواجه المجهول. السجن غوانتانامو ان هناك مظالم كثر في هذا السجن، سجنوا لمده سنوات دون محاكمه حتى، هل طبيعي. تعتقدين هذا عمل انساني من هذا السجن؟ هو هذا هذا الأساس اللي هو الباطل اللي يقيم عليه السجن، إن ما في محاكمة وما في قوانين، وكلهم كانوا متهمين وما أثبتت لا براءتهم ولا إدانتهم. يعني أنت ما توافقين هذا المبدأ؟ شو ما أوافق؟ أكيد ما أوافق. بس قاعد تمدحين السجن كأنه مسويته جنة. ما في سجن جنة. يعني حتى قاعد تنقلين لنا آراء الناس اللي أنا ودي أقعد بالسجن بس ما بيطلع. ما في سجن جنة. خل أقول لك، أنت لو أحطك في سبا وعندك خدمة 7 نجوم أقول لك ما تطلع وما تتحرك وما تكلم أحد وما حد يزورك، هل راح تكون سعيد؟ جميل، وهذا ردك على كلامك. ما في سجن في الدنيا. هذا الحين كلامك هو مناقض لكلامك قبل شوي. لا أنا أتكلم إن أنت قاعد تتكلمين عن الرفاهية اللي بالسجن. ما في رفاهية، بالعكس نحن مع الأمريكان مو مع الأفغان. أنا ما أتكلم عن وجهة نظرهم. بنفس الوقت هذا اللي قاعد يتكلمين كل الحين ما تحاكم أصلا. أنا أتكلم عن اللحظة، أنا أتكلم عن الشيء نسبي، أنت تتكلم عن أفضل السيء، ليس معنات أنه هو جيد، لكن لما يكون عندك 10 أشياء سيئة وأنت مضطر أنك تختار، راح تختار أحد الحلول السيئة وأنت عارف أنه هو سيء لأنه ما عندك بدائل جيدة. أنا ما قلت أن السجن جيد، قلت أنه هو أفضل، لكن كل السجون سجون وما في أي رفاهية، بالعكس كان السجن يفتقر لكل مقومات الإنسانية، يعني أبسط حقوقهم في الصلاة كانت الصلاة الجماعية مخالفة، الصلاة هي انفرادية، حتى دورات المياه كان يروح إلى دورة المياه وهو مقيد، وهذه أشياء يعني ما أدري إذا أنا قاعد أقولها لأول مرة، أنا أفترض أن الناس تعرفها، ما أعتقد أن هذا يعني أنه هو في رفاهية وكذا، لكن الانتقاد أنه طبيعي كل السجون. يعني الحين تتكلم أن في أحد يروح سجن يقول له قهوة وشاي يقول له تفضل نعطيك تشيز كيك ولا تشوكليت كيك، ما كل السجون فيها تعذيب، كل السجون فيها انتهاك لحقوق الإنسان، أنت كل السجون. بس أنا ريم أقصد أن الطرف الآخر، الطرف الآخر السجان يتعامل مع المسجون على أنه عدو، عمره ما كان السجان يتعامل مع المسجون على أنه ولده أو أخوه، بس على الأقل المسجون يكون بعد ما
بت في حكم قضائي، اما لا الحين ما بت في حكم قضائي. هذا موضوع احنا قاعد نتكلم عن الموضوع، احنا قاعد نتكلم عن السجن نفسه كبنية يعني كبنية شكلية. شنو هدفك دخولك غوانتنامو؟ هدفي الدخول غوانتنامو ببساطة ان غوانتنامو سجن يحتوي مواطنين كويتيين، وانا صحفية كويتية. جميل. ما اقبل ان انا اتلقى الاخبار من وسائل الاعلام أجنبية تفيض الوجود، يعني من يستطيع القيام بذلك؟ مثل ما الحين موضوع الوافدين، ليش أحط وافد في وجود كويتي؟ صح. ويكون متاوي معاه بالكفاءة، فأكيد بالضرورة. بعدين ليه مصداقية أكثر عندما أتكلم عن حققت الهدف ريم؟ شوف أنا قبل لا أروح أدرني ما راح أقابلهم، كان هذا أحد الشروط، ولكن حاولت أني يعني أكيد هذه التجربة أضافت للكثير، حاولت قدر المستطاع أن أنا أنقل الصورة مثل ما شفتها وعلى درجة كبيرة يعني من الموضوعية، وهذا اللي خلاني تجربتي الإنسانية نفسها، أنا حيت مشاعري لما نقلت الخبر صحفي، تجربتي الإنسانية ومشاعري ما قدرت أتكلم عنهم لأن يعني الخبر للقارئ والرأي لصاحبه، رأيي وتجربتي الإنسانية هذا كله كتبته في كتاب في فترة لاحقة. استاذة ريم الحين لو تجي لك مرة ثانية دعوة تروحين؟ إيه. تبين تكسرين حاجز أكثر، تبين تعرفين أكثر، شنو تبين تستكشفين؟ لا بالعكس، يعني أنت لما تروحين مكان ودك تروحين مرة ثانية تشوفين شنو التغيرات اللي طرأت عليه، شنو صار، شنو انتهى فيه. يعني الإنسان دائما يعني يسعى لأنه هو يتعلم شيء جديد، يعني وأنا طول عمري ما أتكبر على أي معلومة إضافية حتى لو كنت أتلقاها من طفل، فأكيد أن أنا لو سنحت لي الفرصة أني أروح مرة ثانية راح أروح مرة ثانية. هذا دليل على أنك امرأة قوية وتحبين التحدي. دامنا تكلمنا عن هذا المنطلق، خلينا نتكلم عن حقوق المرأة في الكويت. في وايد سيدات يمكن قابلناهم يقولون للحين المرأة ما أخذت حقوقها كاملة معنا صارت وزيرة. شوف صارت أنا أرجع باللي بديت فيه، أنا وجهة نظري إن الإنسان إنسان، لا فرق يعني بين وافد على مواطن، لا فرق بين امرأة أو رجل. إحنا نتكلم عن الطاقة البشرية حتى الأقصى بمعنى رجل أو امرأة. أنا ما ليش تقول عني إن أنا امرأة قوية، أنا إنسان في النهاية حاول إن أنا. بس في إنسان قوي ويتحدى وفي إنسان ضعيف. يعني أنا ما أشوف في نفسي يعني إن أنا امرأة قوية، لأن في الكثير أكيد من الأقوى مني. عموما هذا الموضوع نسبي مثل ما ذكرت في البداية جدا. حرام عليكم، لا تخافوا مو متواضعة وايد. يعني أكثر مكان في العالم وتقولين أنا مو قوية؟ أساس العمل الصحفي يحتاج إنسان قوي ومثابر ويتحدى، وأنت دشيتي من أوسع أبوابه يعني وتميزتي فيه. خلنا نرجع حق السؤال، المرأة قاعد تأخذ حقوقها؟ وترى الكلمة هذه محسوبة عليك. إيه ولا لا؟ لا ما قاعد تأخذ أبدا. ليش؟ الكلام عن حقوق المرأة كلام موسمي، يعني بفترة معينة وبعدين ترجع إلى الصفوف الخلفية. ما قاعدين نشوف الدور اللي قاعدة تحقق، الدور اللي قاعدة تأخذ المرأة يتناسب مع عطائها، يتناسب مع حجمها في المجتمع. كم نسبة المرأة في سوق العمل؟ نسبة النساء في سوق العمل. وعلى الجانب الآخر تقصير منهم، بالعكس تقصير من النساء، هم أكثرية. المجال مفتوح لهم في سوق العمل أكثرية، بس المجال مفتوح لهم. لحظة، في سوق العمل هم أكثرية، ولكن في الصفوف الأولى وفي القيادات المرأة أقلية. راح تقولي التقصير منهم الوظائف القيادية تعيين وليس الترقية، بمعنى أن هي ما تقدر يعني تتجاوز. بعدين لحظة شوية، ليش المرأة مطالبة دائما بإثبات وجودها في حين الرجل هو يحقق وجوده؟ يعني ليش دائما المرأة يقع عليها الشك؟ المرأة متهمة حتى تثبت براءتها، والرجل بريء حتى تثبت إدانته. هذه هي نظرة المجتمع. بس إذا بغينا نتكلم عن قبة عبد الله السالم والبرلمان، افتحوا المجال للمرأة تصوت ترشح روحها، ولكن قاعد نشوف تراجع في وجودهم في المجلس. ليش أقيس تجربة عمرها يعني 10 سنوات، تجربة عمرها 50 سنة؟ هل الرجل تحت قبة عبد الله السالم حقق تفوق؟ يعني ما يعني إذا التراجع يعني حالة في المرأة فهو أهم حالة في الرجل.
وكثر خيرها أن هي حققت في ربع المدة ما لم يحققها غيرها في 4 أضعاف المدة. شنو حققت قصدك؟ يعني أنجزت الكثير. وجودها في برلمان يعني صراحة ما أعزي هالموضوع بس للمرأة نفسها، المجتمع نفسه، المجتمع الكويتي كان على درجة عالية من التطور والحضارة، لأن في مجتمعات كثيرة أكثر تطور منا، وعمر الديمقراطية عندهم يعني يسبقنا بمئات السنين، ومع ذلك المرأة تحصل على حقها ولا تتمتع بهذا الحق. يعني تحصل المرأة على الحقوق السياسية بس ما تدخل البرلمان. إحنا من أول جولة دخلنا البرلمان وكان في عدد كبير، وأكيد كان دون الطموح، لأن إحنا سقف طموحاتنا عالي. احنا دائما يعني نتمنى المثاليه والكمال، عشان شيء ما في شيء يرضينا، حتى التفوق والتميز ما يرضينا. لكن الحين وايد في هجوم كبير على هند الصبيح، يعني ابي رايك كونك صحفيه ومواطنه كويتيه، فشنو رايك في هذا الموضوع؟ انا اقول ان خطا الرجل بخطا، خطا المراه بعشر، خطا المراه بخطيئه. يعني ليش احنا نفترض من المراه انها تكون متفوقه لكي تصل إلى منصب أو لكي تصل إلى درجة متقدمة؟ الرجل بس كلنا نطلبه مننا يكون رجل. لا بس انتقاد خلينا نقول السياسيين أو المجتمع لهند الصبيح سبق انتقادات كثيرة للرجال، يعني نفس الشيء، ناس رجال كثر صعدوا المنصة وهند الصبيح صعدت المنصة. أكيد يعني هذا يتعاملون في نفس المسطرة. لا 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 بالعكس، خل أقول لك، اللي يصل المجلس من الرجال بعضهم يجد القراءة والكتابة شهادته، ما راح أقول هذا أي مرحلة. هذا القانون طيب يسمح له. في امرأة يعني حاصلة على شهادة ليست عليا دخلت المجلس، يا دكتورة يا، يعني ليش إحنا نطالب بالحد الأقصى من كل شيء عشان نرضى عن المرأة؟ ليش بالمسطرة؟ إنها لازم تكون الأفضل في الأفضل، ويا ويلها إذا غلطت، لأنها غلطت ولأنها امرأة. لكن الرجل حاسب على غلطته بس، ما نحاسب أنه هو الرجل. أستاذة ريم، الحين وصلنا للختام، بس في صور، لا في صور الحين بنشوفها مع بعض. هذه مع الملكة رانيا، وين كانت هذه الصورة؟ نبي نعرف. هذه في عمان، وهذا اللقاء أنا تشرفت فيه، هي نموذج يعني رائع للمرأة العربية عموما. هذه يعني علا الفارس، الإعلامية علا الفارس. وعلى فكرة هم عشان أكمل، هي الملكة رانيا أنا أشوفها أكثر امرأة عربية أناقة. أكيد علا فارس أنا أشوفها من أجمل الوجوه صراحة، ويكمل جمالها عقلها صراحة، ما شاء الله عليها. شيخ سعود ناصر رحمة الله عليه، نجم تحرير الكويت. هذه الصورة وين كانت؟ هذه الصورة في الأحمدي في نادي الحبارة، كان بعد استجوابه كوزير إعلام عين وزير النفط، وهذه كانت أول زيارة له. مع الإعلامية سعدية، والهان عليها وايد، من زمان ما شفتها، المفروض أشوفها أمس بس راحت علي نوما. تؤمنين بمقالاتها؟ انت الحين تذكرونها عشان تزعل علي. سعديه المفرح، تؤمنين بمقالاتها؟ شنو اؤمن فيها؟ انا اقراها اكيد، شيء يعجبني وشيء ما يعجبني، بس هي يعني اعلاميه كبيره، مو معقول ان انا اساسا ببدي رايي فيها. يعني لا ما تبدي رايك، بس انا اقصد تعجبك. شلتوا العبايه؟ اوكي خلينا نشوف اخر صوره. اخر صوره كانت كنت لابسه العبايه بالرياض، قاعده اوقع على كتاب كويتي في غوانتنامو. يعطيك العافية، قواك الله. في كتاب قادم راح يكون في فكرة؟ والله أنتم الحين ممكن أنتم قاعد تقدمون، قاعد أشوف أنه معقول، طبعا الأيام تركض والواحد ما يدري. صح. معقول 2013، أحس أنه أحس أنه يعني مروري. فعلا أنا مسختها. أحس أني مسختها، يعني الواحد يرتاح سنة سنتين بس، 5 سنين بس، الظهر أنا متعودة على سالفة 7 سنين، فناطرة بعد سنتين إن شاء الله وياكم الكتاب. الله يوفقك يا رب. الله يوفقك، وشكرا على حضورك، وفخورين فيك، يعني دائما من ابداع لابداع، ودائما ناطرين. انتوا سويتوا لي استجواب اليوم؟ لا لا لا، من حبنا لك. لا بالعكس، هذا مو استجواب كثر ما هو يعني بلاغه شف منه
اللي ما تحملينه من افكار ورؤيه، ودنا نعرف يعني في ناس وايد عندي افكار ورؤيه ما قلتها، خرعتوني دوحتوني. لا استاذه ريم مكان مكانك ان شاء الله في لقاءات اكيد اخرى اكيد راح تكوني معنا ضيفه. شكرا اذا مشاهدينا يمكن كان هذا اللقاء ومستمرين معكم في عسيف، خلكم معنا.